أنا أحترم قراره، ولو إنه صعب علي إني أتحمل هذا القرار، ولكن يعتمد على الله سبحانه وتعالى بالدور الأكبر بإنه يمتع سامر بالصحة والعافية ويعود إلنا سالم معافى. لكن أنا بطالب في الشارع الفلسطيني قبل العالمي والدول العربية، نحن شعب فلسطين لازم نحن اللي نهتم في قضايانا وبأسرانا وقضيتهم. في الآونة الأخيرة أصبح الحراك ضعيف ولا أعرف لماذا، هل هو الانفصال أو هي الفصائل؟ كما أنا أعتقد أن الفصائل كمان تلعب دور كبير في هال التحرك، عدم التحرك. فعندما ذهب أيمن إلى غزة، وهذا قراره، هو حر في حياته وفي حر في قراراته، لم يعد حراك من فصيله، وكذلك لم يعد من الفصيل الآخر الجهاد الإسلامي فصيل عز الدين وجعفر، وأصبح سامر لوحده، وهذا يؤثر عليه وعلينا وعلى قضيته. لازم الحراك يستمر والناس تطالب بإطلاق سراح سامر حيا، لا نريده شهيدا. فالحركة الأسيرة فقدت 72 شهيد، فأنا أريد ابني حيا، أريد حتى لو يسمحوا لي في زيارته. فأنا من 7/7 لحتى اليوم لم أرى سامر ولو لمرة واحدة أو للحظة، فالمرة التي رأيته فيها وأراد أن يمسك بيدي ضربونا جميعا في المحكمة. هذا الاحتلال لا يعرف الرحمة، وربما يعيش بدون قلب أصلا. هذه الدولة لا تعرف القوانين ولا الرحمة ولا الإنسانية. نحن نطالب الجميع أن يسعى لإطلاق سراح سامر، وإن لم يستطيعوا كالعادة فأنا أريد ابني، أن أرى ابني، أريد زيارة لابني، أن أرى، أن أودع إذا أراد رب العالمين. الحمد لله رب العالمين على كل شيء. وأنا بتمنى منكم، بتمنى من كل الشعب الفلسطيني يرجع لحراكه، طالما أنكم بتطالبوا في سامر، طب تحركوا لأجل سامر، تحركوا لأجل المرضى اللي عم بيموتوا التانيين وما حدا بيعرف عنهم إشي. أسرانا جنود الوطن، أسرانا الشمس الفلسطينية، أسرانا هم المجد، هم الكرامة، هم العزة، هم الحرية. أسألكم مين بيروح على حاجز وما بنذلش؟ كلكم تقفوا في الساعات الطويلة وربما ينتهي عملكم دون أن تصلوه، وأنتم تقفون على الحواجز وربما يفتشوكم ويهينوكم ويذلوكم. هذا الشيء الذي يحافظ عليه سامر من أجلكم، يطالب به سامر من أجلكم. فأنا كأم فلسطينية أتفهم قضيتي، ولي الشرف أن يكون أبنائي كلهم مدافعين عن فلسطين وقضيتها، فكل أبنائي اعتقلوا، حتى بنتي استكثروها علي واعتقلوها، وعشت أنا وزوجي وحيدة في البيت، نتنقل من سجن إلى سجن، وهذا شرف عظيم لنا، لأن نريد أن نعيش أحرارا في بلدنا وترجع فلسطين، لا كما قال الإسرائيليون الكبار يموتون والصغار ينسون. فأنا أرى الجيل الجديد الذي لا يتعدى 7-8 سنوات يواجه العدو في العيسوية وفي سلوان وفي ضواحي القدس جميعها، ويريد أن يحافظوا على وطنهم وحريتهم وكرامتهم. أنا بقول إنه عار عليكم، عار عليكم أن يموت سامر في كل لحظة وأنتم تنادوا بحريته.
دون أن تفعلوا شيئا. روح سامر إن أراد له الله الشهادة فالله هو الذي يحيي ويميت، فروحه سوف تلاحقكم في يومكم وفي ليلكم ومنامكم ويقظتكم. سامر أنا أدعه أمانة في أعناقكم جميعا، الشعب قبل المسؤولين. سامر عمليا أعلن ويعلن من خلال هذه المنصة بشكل رسمي أنه لن يعترف بصلاحية هذه اللجنة المحكمة، لن يمثل أمامها، لن يقر بأي قانونية لما قامت وتقوم به، وبالتالي يعلن أنه لن يكون أمامها ضحية، لأنه لن يحظى لا هو ولا الدفاع بأي فرصة لما يسمى شروط المحكمة النزيهة، أو حتى أقل ما يمكن من شروط، بواقع أننا لن نعرف ما هي التهم ولن نعرف ما هي البيانات. فسامر يعلن أنه لن يمثل أمام هذه المحكمة ولن يعترف بشرعيتها وبقانونيتها، والمحكمة لها أن تدار كما تريد أن تديرها هذه اللجنة. أسر مروان، نحن نرى في قضية الأسرى قضية محورية لكل شعبنا الفلسطيني، وصدقت الأخت مرأفت عندما قالت أن سامر هو ليس فقط ابنها إنما هو ابن الشعب الفلسطيني، وهكذا كل الأسرى. لذلك نرى نحن أنفسنا أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، يعني إن فرقت بيننا الحدود السياسية والخطوط الحمراء والخضراء، لكن لا يفصل بين دمنا شيء، ولذلك نرى على أنفسنا لزاما أن نكون ضمن هذه المعركة الشعبية والسياسية والقضائية والإعلامية والرسمية لإطلاق سراح أسرى شعبنا وخاصة المرضى والقدامة. أنا من على هذه المنصة أقول كل ما يحدث لسامر العساوي ولرفاقه هو في مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي، وأي تفاقم في وضعه هو في مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي،